الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد، زكاة الفطر أولا تطهر الصائم من اللغو والرفث وما شكل ذلك. نمرة اثنين، تجب على كل نفس صائم أو غير صائم، صغير أو كبير، غني أو فقير، يتعود من خلال المسلم العطاء والبذل حتى لو كان فقيرا، نخرجها في رمضان في أي وقت منه، لكن كلما تأخرت كان أفضل. المهم أن نخرجها قبيل صلاة عيد الفطر، ونخرجها قيمة من المال لمصلحة الفقير أو حبا لا يضر، عشان الناس بتعمل إشكالية كل سنة، نطلعها حبوبا نطلعها فلوس. ودار الإفتاء تجتهد في آخر رمضان أو في النصف الأخير لتحدد القيمة، القيمة الدنيا، لكن اللي يقدر يضاعف هذه القيمة خير وبركة وربنا يتقبل. يخرجها الرجل عن زويه، عن امرأته، عن إخوته، عن أولاده، عن أبيه، عن أمه، يخرجها الإنسان القادر على نفسه إن شاء. المهم أن نخرجها للفقراء والمساكين قبيل صلاة عيد الفطر، والله أعلم.